وشهدت مراكز الاختراع في ولاية ورقلة إقبالا كبيرا، خاصة من فئة الشباب الذين توافدوا على مختلف مراكز الانتخاب. وأكدت المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الولاية توفير كل الظروف لإنجاح العملية الانتخابية. انتخبت كحق وطني وواجب، لازمني نجي نفوطي، وهذا رئيس جمهورية يعني هو المسؤول الأول للبلاد، لازمني نجي نفوطي باش نعرف على الأقل الوضع كيفاش. والحمد لله يعني كل شيء كان سهل وسلس، فوطينا والله يشكر كل الناس اللي راهي واقفة هنا بالمؤطرين بالعمال بالأمن بكلش كلش مليح. والله جيت نأدي الواجب تاعي الانتخابي هنا، وإن شاء الله يكون كما يقولوا الواحد إن شاء الله فيها خير. إن شاء الله الرئيس هذا اللي راح ننتخبوا عليه إن شاء الله يكون فيها الخير علينا وعلى الأمة تاعو كل، إن شاء الله ويخدم البلاد ويكون صالح لينا وصالح للشعب تاعو. والله نقول لهم ماذا بكم، أرواحوا كل ننتخبوا ويشوفوا الرئيس اللي يصلح بينا ويساعدنا.